وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا وذلك على هامش اعمال كوب 28 بدبي وخلال اللقاء اكد الجانبان الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين واستغلال الافاق الواسعه في هذا الصدد ذلك على مختلف الاصعده فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور خلال الفتره المقبله بشان مختلف الملفات السياسيه والامنيه والعسكريه والتنمويه والاقتصاديه ذات الاهتمام المشترك، ما يساعد على صون الامن والاستقرار بمنطقه الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط والقاره الافريقيه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء قد شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الاقليميه والدوليه، خاصه تطورات الاوضاع في قطاع غزه، حيث تقدمت رئيسه الوزراء الايطاليه بالشكر الى مصر على دورها الرائد في دفع جهود السلام في المنطقه والذي تجسد في استضافتها لقمه القاهره للسلام في حين استعرض السيد الرئيس نتائج الاتصالات والجهود المكثفه التي تقوم بها مصر من اجل استعاده التهدئه ووقف اطلاق النار لحمايه المدنيين وتوفير النفاذ الامن والعاجل للمساعدات الانسانيه الى اهالي قطاع غزه مؤكدا على ضروره تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف هذا التصعيد وذلك بهدف اتاحه المجال للجهود الدبلوماسيه للدفع نحو معالجه الاسباب الجذريه للقضيه الفلسطينيه واستعاده مسار عمليه السلام